أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة، معنا اليوم مدام منى وبناتها في صالون برونز النحاسي للسيدات. أهلا مدام منى. شكرا جزيلا لتواجدكم معنا اليوم. نتمنى بداية تعرفين المزيد عنك وعن خبرتك الطويلة في مجال الصالونات. اولا اهلا وسهلا فيكم بصالوني، واهلا وسهلا بالبرنامج وبضيوف البرنامج وبالقائمين على العمل بهذا المونتاج. طبعا انا منى كلاس من سوريا، لاعبه منتخب سوريا سابقا بكره اليد، مدربه حاليا لبنات كره اليد. طبعا فاتحه صالون برونز بالشارقه، وتبلورت عندي هالفكرة هاي من وقت ما اجيت الزيارة لهالبلد العظيمة. فتبلورت عندي فكرة اني افتح مشروع، فكان مشروع الاول اللي نويت اني افتحه هو مشروع صالون الحلاقة، لاني انا مسبقا عندي صالون بسوريا والحمد لله صالون ناجح وله سمعته وله قيمته. فتبلورت عندي هالفكرة اني افتح صالون حلاقة بالامارات. جميل جدا. طيب من خلال خبرتك الطويلة في المجال، نقلتي خبراتك كلياتها من خلال، ذكرتي اكثر من 20 سنة انت بهالمجال، ذكرتي انك نقلتي كل هالخبرات للامارات، شو الخدمات اللي اختصيتي فيها وتميزتي فيها في صالونك في الامارات؟ طبعا هو سر نجاحي انا وبناتي انه اختصينا كل وحدة في مجال المعين. فمثلا بنتي نسرين اختصت في مجال الميك اب، كمان في عندها طبعا هي بتقدر تشتغل كل الامور يعني بما يخص الصالونات، لكن هي اختصت بدعت بفكره الميك اب. طبعا بنتي صفيه اختصت بموضوع الاظافر والعنايه بالايدين، انا اختصت بموضوع الشعر. جميل جدا. نتواصل معانا الآن سنسرين. مرحبا سنسرين. أهلا. طبعا الآن سنسرين هي الأخصائية المميزة في الصالون للميك اب، بدها تحكي لنا شوي آن سنسرين شو الخدمات الميك اب بتقدموه، شو اللي يميز صالونكم بتقديم هاي الخدمات؟ هلا بصراحة الخدمات الموجودة عنا، طبعا مو أي حدا فيك تسلمه فرشاية وعلبة بلشر يعني بيقدر يمكيج. طبعا الخدمات اللي نحن بنقدمها انه انا عندي خبره الحمد لله انه اي وش بقدر افهم عليه، اي عين بقدر ارسمها يعني. طبعا لانه المكياج ما بيصير انه تاخذ كوبي بيست لاي حدا، تمام. لازم يكون في عندك خبره بهذا المجال. طبعا عندك البشره الداكنه، البشره الفاتحه، البشره المتوسطه، يعني هذا كله بيلعب دور. والحمد لله يعني طبعا انا كان من اختياري معظم البراندات ومن احسنها طبعا لصالوني. ما حبيت اختار حيلا شيء بس مشان يطلعوا العرايس من عنا مميزين. وطبعا احنا مو بس مختصين مكياج العرايس، مختصين مكياج سهره، مكياج طلعه، يعني بيناسب كل الاذواق وكل البنات. رائع جدا. طب لو حبينا ننتقل للمستقبل، شو رؤيتكم المستقبليه وشو مخططين للمستقبل؟ بصراحة أنا طموحي كبير يعني بالنسبة للمستقبل. أنا ببالي إنه يكون لي أكثر من فرع ضمن الإمارات. إن شاء الله بنتمنى لكم مزيد من النجاح والتوفيق يا رب. الله يسلمك. من خلال تواجدكم في الإمارات وخبرتكم حاليا كرواد أعمال في الإمارات، شو نصيحتكم لغير ناس تحب تستثمر أو تأسس عمل داخل الإمارات؟ صراحة أول نصيحة بقدمها أول شيء إنه دولة الإمارات يعني دولة آمنة وبتشجع أي حدا يفتح مشروع، يعني بصراحة أي مشروع كان حسب اختصاص كل حدا. يعني دولة الإمارات يعني بتخليك تخطي الخطوة بسرعة، يعني هذا اللي بيجوز بيفرقها عن الكل. بصراحة بشجع أي حدا لهي الخطوة. نتواصل كمان مع الأنسة صفية خبيرة الأظافر وكمان لها خبرة شوي بالتجميل. أنسة صفية، ممكن تحكي لنا شوي عنك وعن بداياتك، كيف شو اللي ميز خدماتك كمان بالصالون؟ لا اللي ميز خدماتي إنه أنا بالأساس بحب الأظافر، بحب كثير إني أعتني بأظافري وأشتغل بأظافري،
كنت روح دائما على الكوفيرات يعملوا لي اظافري ومنهم تعلمت، صرت لحالي اشتغل اعرف اساوي. هلا في كثير، لانه في كثير انواع على الاظافر، مو انه نوع واحد. ممكن تحكي لنا المزيد عن انواع الخدمات للاظافر اللي بتقدموها بالصالون؟ احنا هلا بنقدم خدمات بالصالون اظافر، جيل وجلش وديكير ومانيكير، جيل اكستنشن، بس هدول مانيكير عادي. أنا صفية، ممكن تحكي لنا كيف تميزتي بتقديم خدمات الأظافر في الصالون؟ هلا أنا لأنه أنا بحبها أساساً الأظافر، لكن تميزت فيها أكثر شيء. يعني هي عالم واسع كثير بس كثير حلو بنفس الوقت. أنا يعني من أنا وصغيرة بحب الأظافر، بحب الرسم على الأظافر، الأظافر الطويلة، الألوان. هلا يعني كمان نحن هون بالصالون عندنا شو ما تجي الزبونة تطلب أنا أوكي بقدر أعمل لها أي شيء بتطلبه بأظافرها شو ما كان. والمواد اللي عندنا الكواليتي كتير عالية، كل شيء مواد جايبينه أمريكا كله عالي. جميل جدا. صفية أخيرا بدنا نعرف ليش اخترتوا دولة الإمارات لتكون بدايتكم لتبدأوا البزنس الحلو اللي هو الصالون؟ هلا الإمارات لأن أولا بلد الأمن والأمان، بلد الشغل والتطور والحضارات، فيها كل شيء متوفر، فرص عمل كتيرة للشباب، يعني فيها كل الفرص الموجودة اللي ما لقيناها بمكان ثاني. بحب اشكر حكام الامارات على بلد الامن والامان وبلد التطور والحضارات وعلى التسهيلات اللي بيقدموا لنا اياها على كل شيء موجود بالامارات. طبعا الله يخلي لنا اياهم ويحميهم يا رب العالمين ويخليهم. وبحب اشكر طاقم العمل على هالشغل الرائع وعلى المقابله الحلوه اللي عملوا لنا اياها، وشكرا كثير لكم. شكرا لك. اخيرا بدنا نخبر المشاهدين كيف ممكن يوصلوا ويتواصلوا مع الصالون. هلا يوصلوا يتواصلوا مع الصالون، في عنا صفحة على الانستغرام ومعنا رقم تليفون موبايل. اوكي، وفي نجوا على الصالون يشرفونا اي مكان ممكن تعملوا فعلا. شكرا جزيلا انسة صفية ولمدام منى ونسرين ولجميع طاقم العمل في الصالون. إلى هنا أعزائي المشاهدين نختتم حلقتنا لهذا الأسبوع. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC الخليجية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير وفي أمان الله.